السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم على قناة مستجدات ومنوعات. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. إذا إن شاء الله ابتداء من 1 جانفي هذا العام هذا يعني 2022 غادي يكون يعني التحول من رميد إلى لامو، يعني من غادي يكون يعني كنظن غادي تلغى نهائيا خدمة ديال الرميد اللي كتقدم الخدمة الصحية واللي كيستافدو منها الناس من بعض الإعفاءات في يعني في المستوصفات والمستشفيات العموميه. كيفاش غادي يكون هذا التحول هذا وشنو ما غنستافدوا من لامو؟ غادي هادشي اللي غادي نشرحه في هذا الفيديو هذا باختصار. وقبل ذلك نتمنى ان شاء الله ديروا لنا واحد الاعجاب لهذا الفيديو هذا وتبارطاجيو، وكذلك الى باقي ما درتوش اشتراك اشتركوا في القناه، لان ان شاء الله غادي نشارككم كاع المعلومات اللي كتنفع المواطن. اذا كما يعني اعلن الضمان الاجتماعي ابتداء من 1 جانفي يعني بداو كيديروا اشهار ديالهم كيقولوا بانه ابتداء من هذا الشهر هذا 1 جانفي 2022 غادي تلغى الرميد وغتكون بلاصتو لامو. شنو هو لامو؟ هو التغطيه الصحيه الاجباريه، يعني الضمان الاجتماعي فيه لامو، يعني هو اللي كيتكلف بهذه الخدمات هادو. وشنو كتستافدوا مثلا؟ انا نشرح لكم شنو هو الاستفاده من لامو. مثلا عندك الاستفاده من العلاجات الطبيه، يعني كما كديروا دائما في المستشفيات العموميه اللي كتقدم خدمات مجانيه راه كتبقى دوك الخدمات مجانيين، ولكن الا مشيتي مثلا عندك خدمات مؤدى عنها يعني خدمات صحيه كندوي مثلا شي عمليه جراحيه او الترويض الطبي في بعض الامور او مثلا اي حاجه يعني خدمه صحيه مؤدى عنها، راه هذا الشيء هذا راه كتستافد من يعني التغطيه الصحيه الاجباريه. كذلك الا مشيتي عند الطبيب ديال الخاص يعني من غير يعني الطب العام، الا مشيتي عند الخاص يعني شي طبيب في الكابيني ديالو ولا بحال هكا، راه كتستافد حتى هو من تعويضات من واحد القدر ديال العلاجات. كذلك التحاليل الادويه وشي هادشي هذا كيرجع لك داكشي اللي كتشري كيرجع لك منه واحد النصيب. غادي ندخلوا لشحال النصيب، يعني عموما هو انه 70%. مثلا انت العلاجات وصلوا عليك مثلا نفترضوا مثلا مشيتي عند الطبيب خلصتي عندك 300 درهم، وكاين لك التحليلات عاوتاني هما 300 درهم، والدواء مثلا 400 درهم. المهم نفترضوا انك وصلتي 1000 درهم في المجموع ديال العلاجات عند الطبيب، اي طبيب كما كان سواء عام ولا خاص، وهذا المصاريف وصلت 1000 درهم كترجع لك منهم 700 درهم. ولكن كان واحد النقطه كنقولوا بانه كترجع لك 70% ديال التعريفه المرجعيه. عاوتاني هذا موضوع كبير باش ما نضيعوش فيه الوقت. التعريفه المرجعيه هي واحد التعريفه حتى الضمان الاجتماعي وحطها الدوله، كتقول بان هذا التخصص هذا كيتقال مثلا 150 درهم. مثلا التخصص ديال امراض القلب، مثلا الا مشيت عند الطبيب ديال مريض القلب راه كتحسب لك مثلا الزياره 150 درهم. للاسف الاطباء حاليا وصلوا 300 درهم، ولكن التعويض غادي يخرج لك على اساس 150 درهم، يعني مثلا ديك 150 درهم غترجع لك فيها 105 درهم او شي حاجه بحال هكا. هذا غير سميتو. بعد التحاليل مثلا الا كنتي درتيهم ب 1000 درهم وكانت الثمن ديالهم في التعريفه المرجعيه ديالهم 500 درهم كترجع لك 70% ديال 500 درهم، يعني ماشي غترجع لك 700 درهم وانما غترجع لك مثلا 350 درهم او شي حاجه بحال هكا. هذا غير باش نشرح لكم الموضوع كيفاش داير. اذا هادو هما الخدمات اللي كتقدمهم لامو ويعني الضمان الاجتماعي. دابا انت كمواطن عندك رميد كيفاش غتسجل في هاد لامو هذا ولا بحال هكا؟ الضمان الاجتماعي علنات بان الناس اللي عندهم كاملين رميد ساري المفعول راه غادي تحولوا مباشره للضمان الاجتماعي، يعني انت ما غادي دير حتى حاجه، ما عليك غير وقت ما استفدتي من علاجات ولا بحال هكا كتاخذ واحد الورقه هي اللي كطلع لكم دابا في التصاور في الصوره، يعني ورقه ديال العلاجات كديها للطبيب كيعمر لك المعلومات ديالو، الا خديتي الدواء كديها عند الفرماسيان كيعمر لك حتى هو وكيكرشي لك، الا عندك تحاليل حتى هو كيعمر لك، يعني كيعمروا لك التحاليل ديالك وكيعطيوك الفاكتورات ديالك وبحال هكا، وكديه كتدفع هذا الملف كامل كديه للضمان الاجتماعي ولا وكاله القرب اللي كتقدم الخدمات. اما بالنسبه كما قلت لكم التسجيل يعني راه كيكون اوتوماتيك، يعني انت عندك رميد بطريقة مباشرة راه كتحول لامو وكتكون مسجل فيه اوتوماتيكيا بلا ما تحتاج تمشي تسجل ولا بحال هكا، انما راه كتسجل اوتوماتيكيا يعني كتستافد من الخدمات اوتوماتيكيا.
هادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا. ان شاء الله اذا بقي عندكم استفسارات حطوهم لينا في التعليق نجاوبوا عليهم ان شاء الله، يا اما في فيديو خاص واما يعني غادي نجاوبكم في التعليقات. دمتم في رعاية الله والى اللقاء.